بعد ما تشوف الشرح الموجود في الفيديو ده هتقدر تنزل برامج زي الواتساب والسناب شات على الكمبيوتر بطريقة سهلة وبضغطة واحدة. عايز تشغل تطبيقات زي واتساب او انستا او فيسبوك على الكمبيوتر؟ في الفيديو ده هقولك على بعض تطبيقات الاندرويد اللي تقدر تشغلها على الكمبيوتر ونظام ويندوز بضغطة واحدة. هنيجي على شريط البحث ده ونكتب مايكروسوفت ستور. اول ما نكتب الكلمة مايكروسوفت ستور في شريط البحث هتظهر لنا كأول نتيجة زي ما انتم شايفين، هنروح ضاغطين عليها او نضغط على اوبن في الجنب اليمين. بطريقة تانية هتوصل لمايكروسوفت ستور عن طريق زر ستارت، تضغط عليه هتلاقي كلمة مايكروسوفت ستور زي ما انتم شايفين كده، اضغط عليها هيفتح معاك مايكروسوفت ستور، متجر الخاص بشركة مايكروسوفت. علامة البروفايل دي منها تسجل دخول على حسابك مايكروسوفت، ايميل، هوت ميل. مايكروسوفت ستور او متجر مايكروسوفت هتلاقي عليه تطبيقات مجانية وتطبيقات مدفوعة، وهتلاقي عليه ألعاب مجانية وألعاب مدفوعة. الألعاب المجانية بيبقى عليها كلمة فري، الألعاب المدفوعة بيبقى عليها سعرها، تمام زي ما شايفين كده. طبعا بقى بنيجي على توب فري أبس. توب فري أبس هتلاقي هنا تطبيق الواتساب اللي احنا طبعا عايزين ننزله على جهاز الكمبيوتر، وهتلاقي نتفليكس، وهتلاقي ديسكورد وسبوتيفاي. دي برامج موجود منها نسخ على الاندرويد. هنضغط على توب فري ابس ونيجي على واتساب ونضغط عليه، بعد كده نضغط على كلمة انستول. وبعد ما نضغط على كلمة انستول بنستنى لحد ما ينتهي من تثبيته على جهاز الكمبيوتر من التحميل والتثبيت. بعد ما ينتهي من التحميل والتثبيت بتظهر كلمة اوبن. اول ما تظهر كلمة اوبن هتلاقي ايقونة البرنامج بقت موجودة في ستارت، او ما تضغط على علامة الستارت دي هتلاقي موجودة ريسنتلي ادد، يعني في قائمة ريسنتلي ادد هتلاقي ان اخر البرامج اللي اتضافت او زي ما شايفين واتساب كوكات، تمام. فاحنا بقى نروح ساحبين الواتساب كده ونحطه ايقونة كايقونة على الديسكتوب، يبقى يكون على الديسكتوب عشان الوصول السريع لو احنا نوصل له بسرعة. ثبتنا برنامج الواتساب على الكمبيوتر بضغطة واحدة بس من مايكروسوفت ستور. في شريط البحث العلوي ده تقدر تكتب البرنامج او اللعبة اللي انت بتحبها على الاندرويد وحابب تنزلها على نظام تشغيل ويندوز على الكمبيوتر، تمام. لو هي موجودة هتظهر الايقونة بتاعتها زي ما تيك توك كده ظاهر او الفيسبوك، تمام. احنا دلوقتي لو عايز تنزل التيك توك بنفس طريقة تنزيل الواتساب هتقدر تنزل تطبيق التيك توك عندك على الكمبيوتر، تمام. بتروح تضغط عليه كده وتضغط على كلمة انستول وتستنى لحد ما تظهر لك كلمة اوبن. واول ما تظهر لك كلمة اوبن هتلاقي في ستارت، في قائمة ستارت هتلاقي مضاف في اخر البرامج اللي تم تثبيتها على نظام تشغيل ويندوز. من البرامج الجميلة الموجودة على مايكروسوفت ستور زي سناب شات، زي طبعا الفيسبوك، زي طبعا برنامج زي التليجرام، التليجرام اهو، تمام. وبرضو زي ايه تاني، زي تويتر، بيكس ار، اي تطبيق جنبه كلمة فري كده تقدر تنزله من غير ما تدفع جنيه. استنى ما تخرجش من الفيديو علشان هقولك على بعض مزايا وشرح موقع فيه برامج اندرويد وسهل انك تنزل منه البرامج او الالعاب المتاحة عليه. بالنسبة لبرنامج الواتساب اول ما تفتحه كده بتظهر لك الواجهة دي، تمام. هتضغط على كلمة جيت ستارتد، بعد كده هتروح ضغط على كلمة لينك ويز فون نمبر، تمام. هنا بقى بتحدد الدولة، بتحدد الدولة اللي انت عايش فيها، تمام. او هنا بتكتب اسمها مثلا، تكتب ايجيبت. اول ما تكتب ايجيبت بتظهر لك كده، تمام. هنا بقى بتحط رقمك، تمام. وبعد كده بتضغط على نيكست وتثبت بقى الواتساب او تشغل الواتساب على الكمبيوتر بالطريقة اللي انت عارفها عادي جدا. نيجي بقى لطريقة تانية نقدر ننزل بيها بعض العاب وبرامج الاندرويد على نظام تشغيل ويندوز. بعد ما تخلص الفيديو ده ما تنساش تشوف الفيديو اللي اتكلمت فيه عن ازاي يكون متاح لك تنزيل وتثبيت اي لعبة من اكتر من 200,000 لعبة اندرويد على الكمبيوتر. وما تنساش تشوف الفيديو ده اللي اتكلمت فيه عن تحميل وتثبيت جوجل بلاي على الكمبيوتر بطريقة سهلة، وهيكون متاح لك جميع العاب وبرامج الاندرويد بخطوات بسيطة. هسيب لكم الفيديوهات دي في وصف الفيديو او في اول تعليق. الطريقة التانية هتيجي على بحث جوجل وتكتب سوفتونيك وتدوس انتر وتضغط على اول نتيجة. في شريط البحث ده ابحث عن التطبيق او اللعبه اللي انت محتاجها، ولو متاحه هتقدر تنزلها بضغطه واحده. ومن هنا هتقدر تحدد انت محتاج تطبيقات ولا محتاج العاب. لو عايز توصل بطريقه اسرع لالعاب وبرامج الاندرويد اللي هي متاحه على الموقع ده، فاحنا نضغط على الثلاث شروط دول وبعد كده ننزل نحدد الفئه، تمام. مثلا التواصل الاجتماعي او اتصال فنروح ضغطين عليها. لو محتاج الواتساب فانت بتضغط على الدردشه والمراسله الفوريه، تمام. هتلاقي هنا عندك الواتساب وهتلاقي تليجرام، تمام، وغيره. بعد كده انت مثلا محتاج
مثلا برامج زي الفيسبوك وغيره، فتضغط على شبكات التواصل الاجتماعي تمام، وبتنزل لحد ما تلاقي عندك الفيسبوك وعندك السناب شات وعندك الريد. افترض ان انا عايز انزل السناب شات، فاروح ضاغط عليه كده واستنى شويه لحد ما تظهر لنا كلمه تنزيل مجاني، اروح ضاغط عليها واستنى شويه وانزل لحد كلمه تنزيل مجاني تاني واضغط عليها، بعد كده استنى ثواني هتبص تلاقي التنزيل بدا التنزيل لوحده تلقائي زي ما شايف كده. اول ما بينتهي من التنزيل بتظهر لك ايقونه برنامج سناب شات، هروح ضاغطين عليها على طول او نضغط على علامه الفولدر ونوصل للملف التثبيت ونروح بادئين تثبيت. هنفترض ان احنا نضغط على الايقونه على طول كده ونبدا التثبيت، وانا اول ما نضغط عليها هو هيبدا تثبيت تلقائي مع نفسه، هتظهر لك رساله اقول له يس. واستنى بقى هنا بتحدد، بيقول لك حدد اللغه اللي انت عايز تثبت بيها برنامج السناب شات، اضغط على اوكي واستنى ثواني لحد ما يبدا معاك، او بقول لك ويلكم تو سناب شات داونلود مانجر، يعني هنبدا في تثبيت السناب شات. قول له نكست، جاب لك مثلا اشعار زي ده بيقول لك نزل مكافي مع برنامج سناب شات، او هنقول له ديس لاين انا مش محتاج المكافي، هيقول لك افاست، قول له ديس لاين مش عايز. بعد كده استنى بقى لحد ايه ما ينتهي من تثبيت السناب شات، يقول لك ثانك يو فور داونلودنج سناب شات، قول له رن. يعني انت كده معناها ان انت ثبت وخلصت تثبيت برنامج السناب شات. هتظهر لك بقى رساله ان انت عايز اوجهك للسناب شات على مايكروسوفت ستور، اضغط بقى على كلمه جيت وهي عشان يبدا في تثبيت السناب شات على الويندوز. شوف انت بقى الواجهه الاسرع لك والاسهل لك ان انت تنزل من عليها برامج وتطبيقات الاندرويد اللي هي متاحه على سوفتونيك او على مايكروسوفت ستور. ما تنساش تقول لنا في تعليقات رايك في الفيديو. شكرا على المشاهدة.